الحب ليه رموز، القلبين اللي جواهم سهم، كيوبيد اللي بالجناحين الصغيرين دول، الورود الحمراء، كل دي رموز للحب معروفة في العالم كله، والرموز دي موجودة حتى في الإيموجيز على السوشيال ميديا. لكن في رمز للحب مختلف تماما، رمز عبارة عن بصمة صوت، نبرة لما بنسمعها بتترجم كل معاني الحب. بصمة الصوت دي بقت أيقونة للحب، والحكاية بدأت قدام ميكروفون الراديو، مذيع بيقرر يعمل برنامج عن المشاكل العاطفية. عادي، في برامج كتير بتقدم المشاكل دي، لكن اللي مش عادي بقى هو اللي حصل بعد كده. مكالمات المستمعين مش بتقف، كل مكالمة فيها حكاية حب، فضفضة صريحة جدا، لحظات اعتراف غير عادية، ناس فتحت قلبها لصاحب الصوت ده بالذات، صاحب الصوت اللي عرف ازاي يطلع كل اللي جواهم ويقدم نصايحه ليهم. ردوده ما كانتش تقليدية، يعني ما فيهاش الكلام المثالي والكليشيهات المحفوظة إياها، كان بيتعامل مع أصحاب المشاكل كأنهم أصحابه القريبين منه، فطبيعي جدا يقول للشابة عايزة ترجع لحبيبها اللي غدر بيها سيبك منه، أو يقول للشاب عايش قصة حب من طرف واحد اقفل الصفحة دي وابدأ صفحة جديدة. الغريبة بقى ان ردوده الصريحه دي اللي احيانا ما بيجيش على هوا صاحب المشكله كانت سبب لزياده شعبيته اكتر واكتر، لان كل بيسمعه بيحس بصدق مشاعره، والصدق هو مفتاح القلوب، وهو بقى سره، هو ده، مش بس عشان نبره صوته ودفئها، ولا عشان اداؤه المتمكن، ولا عشان ثقافته، ولا قدرته على فك شفره النفس البشريه وفك شفره النفس البشريه لاجيال مختلفه، لكن هو ده الصدق اللي وصله لكل القلوب، الصدق اللي هو أقوى مكون، من أقوى وأنقى كمان على فكرة من مكونات الحب. وبكل الحب هنتكلم عن الحب مع سفير الرومانسية وقبطان أعالي بحار المشاعر الإنسانية، أيقونة الحب في عيد الحب، أسامة منير. الحب ده أجمل إحساس في الدنيا، الحب ده النعمة والهبة الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أهداها للبشرية، وأعتقد أن لو ما فيش حب في الدنيا هتكون نهاية العالم. يعني هذه النبرة، خلاص الله، هذه النبرة اللي هو دلوقتي عايز اعترف لك بقى اتكلم. اولا هابي فالنتاينز داي اسامه منير، منورنا ومشرفنا في مصر جديده وفي اي تي سي، وبمناسبه عيد الحب في حاجتين انت يعني بتحبهم. اولا الراديو امبارح كان يوم الاذاعه، فطبعا كل سنه وانت طيب، وانت احد رموز الاذاعه في مصر طبعا، واحتفلت امبارح انا بيوم الاذاعه العالمي، اليوم العالمي للاذاعه في الراديو. بالظبط، وانت واحد من رموز الاذاعه، فحبك الشديد للراديو، وايضا حبك لشغلك وحبك للحب في حد ذاته، انك بتقدر تفك شفره المستمعين على مدار 19 سنه. بصي، هي الحدوته اي شيء في الدنيا الانسان بيعمله بحب هينجح فيه،